السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف. دابا عيم ما بقيت حطيت، دابا يلاه وليت شويه الحمد لله. وشكرا لكم بزاف كاع اللي سول فيا في الانستغرام، الله يخطيكم الله يحفظكم ليا والله يطول عمركم. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش، عارفين اش نقول، ما تنساوش دي لايك الفيديو باش تدعموا القناه. راكم عارفين ماشي كنامركم ولا شي حاجه، ولكن من الكرم ديالكم والجهد ديالكم البنات ما تنسونيش من لي لايك باش تدعموا القناه وتزيد القدام. دوك لي لايكات راكم عارفين باش كتطلع الفيديو، هادشي اللي كاين. مهم اليوم قلت ضروري غنشارك معكم هاد النهار، تفرجوا فيديو من الاول حتى الاخر وغتعرفوا بزاف تاع الحوايج. اليوم غادي ندير واحد الحاجه لعثمان، وقلت ضروري نشاركها مع خوتي وخواتاتي اللي نموت عليهم والحماق عليهم. المهم وقبل ما نكمل الفيديو غادي نطلبكم واحد الطلب، الا جات على خاطركم البنات غنخلي لكم الرابط ديال صاحبتي وحبيبتي وعزيزه عليا فاطمه، غنخلي لكم الرابط ديالها ديال القناه. بغيت نعاونها، والانسان يعاون خو المسلم، يعني شي عاون شي تلمول شي، يعني فهمتوا، انسانه طيبه طيبه بزاف، وبغيتها توصل ان شاء الله ل 100,000 ابوني ان شاء الله بيكم وبكاع الناس اللي داخلين عندي هنا في القناه الحبابي. حيت قلت لها راه غنقول للمتابعين ديالي، قلت لها راه ما غاديش يعني ما غاديش يرفضوا لي هذا الطلب، وانا عزيزه عليهم بزاف. المهم ما تحشمونيش البنات دخلت ابوناو عندها، راه انسانه طيبه بزاف وعزيزه عليا بزاف. المهم غنخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وقول لها جيتنا من عند رجاء، والله يخطيكم والله العظيم الا راه كنموت عليكم وكنحمق عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، خليكم مع الفيديو ومع الاجواء. المهم انتوما معايا اليوم نهار ضخم. المهم يلا، المهم نخليكم مع الفيديو. عاوني يحيى، هنزو يحيى الكراسه باش نقادو الطبله باش نديرو هادشي فيها. صح دابا هاد الطابله هي اللي غادي نخدمو عليها انا وعثمان، باش تعرف الخلعه اش دايره ليا. المهم دوش عليا اليوم يحيى اللي غيعاوني، غنقادو الطابله يحيى وغنحيدو الكراسه، نحيدوهم باش نخلو غير الطابله بوحديتها، ندخلو غير البيت نعس. يلا المهم هانتوما معايا. شوف سلام سلام كدايرين؟ سريتات خديت في اللون ديال هذا مثلاً حيما ثمان اليوم الشيبي، وخديت الغوز ها هو مع الخلعه ما تدوش عليا. المهم وغنشدهم وغنقطعهم بحال هكا النفاخات، خدينا جوج نفاخات، وحده في الشيبي وحده في الغوز، راكم فهمتوني اش بغيت ندير. وغادي نقطع هكا باش كيجي، ونقطع غير يدينا بحال هكا يا يحيى. دابا غنفخو هادو، وحدة غندير هنا مع هاد الغوز، وحدة مع الشيبي. شوفو واش قد أنا صافي، متنفخش تكون كبيرة باش تجي على قبل البواطا. شاد لي بواط كل وحده وكاين الشكل ديالها. يحيى ما كنلعبوش دابا بلاتي. هاد لي بواط داير فيها التقيشرات وداك الشيء المهم، وهاد لي بواط المهم دابا تشوف الاخر شنو هي اللي حاطه هنا. وهاد لي بواط هادو هادي دايره فيها نفاخه في الشيبي،
انا نفخها دابا عمرك كتفيها انا عارفه كنفخها دابا نفخها وغادي غنديرها انا دبرت على لي بواط هذه كتعدي ديال البراد هذه كتعدي ديال الصباط كل واحد كل بواطه دبرت عليها غير من الدار لا غدير ليا هيا 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 صفاته السلام شو تصور انت قلت مقدمه يدك شي زينه شي مفاجئ شي سيرفيس زوينه ثلاثه مشيت بعدا السلام عليكم بعدا خديتي لمس عليكم مشيت عند السيد صاحبي يدير واحد السيح ديال واحد المحفه مشي نحضر معاه كبرنا بيه و هو كبر بينا مشى مفركس هاي سبورت هاي سبورت هاي بس مفركسين اه لون طريمو شنو هادشي سيربريز هادي؟ اكتشف ها نتايا استكشف دابا من هنا ولا من هنا؟ لا تمشي دار لي دار طون صغيرة من الصغيرة متوسطة كبيرة دابا الكبيرة في الراس لا 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 بنت الكبيرة من هنايا زوينة سيربريز هادي هادي سيربريز هادي شطينا دابا هنا بسم الله زوينة يا فين دابا نمشي نخرج دير لي شي تعليمة مكانها ها كتبغي شي حاجة خفيفة ها بس من خفيفة ماكش تخاف من الكرتونة كيقلب فيها خايف منها نفاها فهمت وين دابا هادي كلها فيها نفاها في الغوز وين الغوز سجلتيها زعما لا شفتيها شفتيها فهمت وين باش كيفاش كتعني يدي عمرت بس بحال هاد الأقرص الأقرص في الزفة كنا كنقولو في المصريين جبت فيها الفولو خيرة شتي مشتي نعرف نفك خير بغيت الترديل ولا نحن الترديل يجي الترديل يا شيخ شتي واش مخديش شتي ما كنت والو انا نفخها في الغوز نفخها في الزرق اشنو هنا الدرابو ديال المغرب فيه خضر وهو احمر ديك الغوز الزرق بدو الدرابو ديال المغرب ولا قالت لك الاخرى اشنو شي لغز هذا شي لغز ما عرفتش ما عرفتش ولكن جزء جزء الكاز كيف الغاز الحمد لله هذيك تبان تقيله شويه بعدا يعني كتكون فيها شي حاجه اللي زعما كتهيئ لي اللي هو انت كتهيئ لي المرحله الثالثه فهمتي والو فهمتي والو ما فهمتش شي حاجة ديرها فيها الفاخة الغوز والفاخة الزرق شنو الحقيقة يا أقول لي حتى لي الشقلاط وحتى لي تقايشرات قلت لك أنا جاي بعدين مجهود غادي نسمع بزاف حتى لي تقايشر
شكرا عليك يا شبنات. شنو المسألة؟ أنا ما كنحتاجش بعيد ميلاد. واخا الشكلاصة مزيان سي كيزين. علاش ما تحتفش بعيد ميلاد؟ مالاش فيها؟ مالاش بعدا احتفلت بعيد ميلاد؟ مال؟ دير لي مرجع عيد ميلاد. ياك بغيتي تاكل عي حلوة. أنا حاف والله تدير 100 سنة باش دير لي عيد ميلاد. المهم ناكلو الحلوة. قاشا علاش فيهم شي حاجة؟ حفلة. وفي الحفلة تخبي لي شي خاتم شي لعيبة. ما فهمت والو. دير شي حاجة تنتهي. واش هذا بلاد لغز ولا شنو؟ خليك بدك هاد كيس عليها راه غم لبقى حلمت هذا كنعرفو قال لكم هذا كنعرفو وتعبتك وتعبتك فرحت ما فرحت يعني راكي حاملة كيفاش يعني راكي حاملة ما فهمتش شنو نقول لك كيفاش نقول لك ويلي او ما عمرني ما شفت شي راجل شاف تاس ديال الحمر كيقول واش غنقول لك واش كيقولوا الناس ملي كيشوفوا اش كيقولوا الناس الناس كيقولوا مبروك انت اش ما تقولش لي مبروك مبروك لي فاعل الولاد هذا انت ما باغيهمش واش نقول لك وداك الشيء جا من عند الله ما بغيتيش اللي جا من عند الله مزيان مرحبا بيا ما عرفتش ندخلوا في سميتو مرحبا بيا ولكن اش نقول لك ما شاء الله كيفاش ما شاء الله وما قدرتش ليا علاش ما فرحتيش لا شنو مسالت ما فرحتش شو صار الحب؟ ما عجبكش؟ نفخ في الغوز نفخ بزرق زعما ولي وليد وليد حب الوليد قشرات يلا فهمت وماكش تك درت مثلك ما بستيني ما قلت لي مبروك ما عنقتيني الله يسلمك لا بس مسألة هاي مبروك خاش نقطعوا الفيديو لا ولكن وانا اش نقول لك ما نقول لك وانت دابا زعما حنا هذا الموضوع انا هضر فيه هضرنا فيه شحال عجيب داك طاح لك الماء في الركابي مالك ما عرفتش ما غريبة هاد القضيه راه عارفه انا ما باغي ولكن كتاب الله كتاب وحنا ما ندخلوش دابا في قدر الله وقدر نبقى نقدروا نكتاب ما نكتاب ماشي مثال نكتاب ما نكتاب اللي عطانا دابا عطاه اش نقول لك قلتي حامله راكي حامله قلتي حامله راكي حامله اش نقول لك ما ديما نقول لك واش مشيتي نقول لك انا اش بغيتي شفت التصرف ديالي هو انت انت عارفه الظروف كي دايره وكتقولي حامله حنا راه مهضرين فاش كيهضرين فيه مزمان هضرين فيه وين انت عمرني شفت عرفتي دابا درتي ليا واحد اش نشطح نغوص نعلم لك البوس يقول لك سميتو هو دابا اللي عطا الله عطا هذا باش ما اللي كان ديرنا كتزاحم فيا الهضره ما كنبقاش عارف نقول الله ما ندخلش حنا في قضاء الله عز وجل اللي كانت شي حاجه راه مرحبا بها دابا صافي ماشي حنا غنخرجوا نقول لك لواحد الدري ولا سميتو ولا طيحي ولا هذا الخاوي عيط الله تعالى دابا صافي ما خليتيني ما نقولش بنت بنقول لك هذه المفاجاه اللي
عندك نيمه باسني بقى قال لي مبروك الله يسهل وراه الوليدات راه كيجيو برزقهم ويه ويه شويه ويه كيجيو برزقهم مبروك مبروك شنو نقول لك ما نقول لك مبروك والله شنو نقول لك شنو نقول لك فهاد الفهاد وفي الحقيقه بنادم اللي يخاف منك انت شي انسان تيخاف منك ما مساله ديال مساله ديال الانسان اللي يخدم عقلو صافي يعني حتى الله عطاه دابا ما عندي باش نقول ما عندي ما نقول لك مبروك 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 شنو نقول لك ما عندي ما نقول لك الله هو لا اله الا الله محمد رسول الله انا غادي انت باش جبتي مع الموضوع بشكل دابا لا شوفي جيت انا دابا شي واحد قرا قربي الكاميرا باش يقرا اش قرا ولا دابا غير باش تقولش انا راه لا راه ما باغيش ولا هذه ولا هذه غير مساله الظروف وصافي الانسان كي الارزاق بيد الله الارزاق بيد الله ولا من اللي عطى الله قرا 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 صافي ماشي ماشي سميه دي حبيبي اسماء نتمنى تكون شنو هي فرحتي بهذه المناسبة البسيطة اللي درت ليك وبغيت نقول ليك أنا ما حاملاش أنا ما حاملاش وهذا غير صف ديال البرانك السحور بغيت نشاهدو عليك حيت أنت ما بغيتيش الأولاد وبهذا الشيء كتظلمني زوجتك الحمقاء رجاء ولكن حمقاء ومقطعة لراحتي كاع دابا وليتي تضحك لا هو راه سمحوا لي دابا ماشي ماشي دابا ما بغيتش ما ولا هو لا شحال واحد اللي كيبغي وخلينا نهضر لا وخصني نفسر سيد حزمت به الهضره لا هو خصني نبرر الموقف ديالي شحال واحد انت ماشي ولاد وسبحان الله وكي شاء الله كيتزاد كيتزاد ما كتصدق حاجه شحال واحد ما بغيش كاع ولدو كاع ولدو ولكن في الحاله ديالي الانسان خصو يكون يخدم الواقع ولا الاقل المنطق الانسان عنده ظروف علاش هو يزيد الاولاد الا كنت انا مثلا سمحوا لي لا الا كنت انا مثلا غنزيد انا واحد الولد ولا بنيه وغادي مثلا نجيبو الدنيا غادي نتكرفص فيه ما غنتهلاش فيه سبحان الله قال لك الولاد كيجيو بالرزق راه بالرزق ديالو تبارك راه حرام في الدين قال لك الراجل مخلي وراه الانسان ما شوف انسان ما عمر الانسان ما غتفوت الرزق ديالك داكشي اللي مكتب لك الله خصك تفهم واحد المساله اللي مكتب لك الله رزق دابا فرحتي ماشي فرحت فرحتي ماشي فرحت فرحتي وماشي فرحت وراه فرحتي وراه المال والبنون زينه شوف شوف لا والله العظيم مسألة عندنا دابا 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 شوف شوف الله شوف قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة المهم كملوا معكم الحفلة الله سبق المال على البنون شوف تيجد المال تيجد المال صافي أي شيء المهم كل كل دار ولا مبروك عليك ما حملاش رمس لك راسك سعيت بعالك رمس لك راسك ما عرفش ليا الله يرحمك المهم ندير واحد المفاجأة ليحيى ما قالهاش ليا ويحيى تا هو مسكين كيسحب ليحيى ولاه فرحان بيطير بالفرحة والله العظيم ومسكين في الاخر ديال الفيديو نشوفو ملي كنت كنصيفط الطيس كان معايا كيقول لي ماما شنو هذا حتى راه مسكين بقى شي ليا وحق الله العظيم المهم دايرة لي واحد المفاجأة المهم حيتاش كان نجح وما درت ليه حتى شي مفاجأة اليوم العيد ميلاد ديالو ولدي بعدا كبر وقلت ضروري نشارك ليه العيد ميلاد ديالو مع الحفلة يعني ما درتهاش ليه ديال النجاح ديالو ودرت عليه المهم دايرة ليه سيربريز ان شاء الله تعجبو واخا ما شاريه لي حتى شي حاجه يعني شي كادو ولا شي حاجه دايره لي عيش حيتاش كيعجبو بحال هادشي هو كيف هادشي اللي كيعجبني عجبني فهاد الرزال زوجتك الحمقاء شتي تام شتي تام انا ما نهضرش معاك دابا يلاه تتسالي سبي خلص الخيمه ما نديوش معاك دابا ماشي غير من غير عيد ميلاد سعيد هذا راه الحفله ديالك النهار اللي نجحتي وما درناش لك الحفله ها انت شوف مكتوبه اش مكتوبه هنا اش مكتوب يحيى جوي انيفيرسير يحيى كي جاتك المفاجاه ها وين زوينه
عيد ميلاد سعيد طول العمر ان شاء الله وبالنجاح وليدات المسلمين كاملين الجميع. ها جوج تبع لي واش ندير فيك انا شدي له يا غير واحد جوج ما غنحطش ليه علاش حيت شتي واش دار ليا اليوم هربان من العرس راني هربان من العرس ما تحطش ليه ما خصنيش نحط لك صراحه علاش هاكا زوي انا كنحط لك ما خصنيش نحط لك صراحه ما تستاهلش زوينه حياه المهم نتوما هاك واش دو هادو وانا خويرنا بغيت انا هو حسن اسد سير حيد فحال كنتيش كنتي تستاهل ما كتستاهلش ما بقاش اسد شي ليش درتي ليا شدك بابا كره ما بغاش تكون عندك خو ولا خوت بغاك تبقى عاد بوحديتك بعدا كاين خويا كاين خوك خوك بح ما كاين والو الحلقة القادمة إن شاء الله. هاك يا هي. زوينة. ديال الشوكولا وكراميل. زوينة. قول لك صح صح نمشي ندير صايبة. وأنا قدام صايبات ونسيتي أنا كنت كنصايب فيهم. صايبة زوينة كانت صغيرة. صايبات بنين. شتيها. عندك ديال الكراميل ولا الشوكولا؟ دير شوكولا كاع تاع صاز عليهم شوكولا حداش دايرين نص كراميل ونص شوكولا زوينه المهم ماشي عيدكم و كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم و تسوو لي في لايك وسبسكرايب ومقلب زوين هذا شتي مقلب رائع هذا في بابا غير مقلب كيطيح الكابي مسكين كيشوف تيس كنصايب فيه بالستيلو كيقول لي ماما شنو هذا ما عارف والو شنو كيقول لك شنو هو شنو نعرف ما تساوش لي لايك تعرف شنو هو اول شيء ها ما عرفتيش شنو ندير ها ماماك مجرمه ها شنو ماماك مجرمه شنو ديري شنو ندير انا نوريك شنو ندير عطوني بالحمر زعما شنو ديري شنو ندير بسم الله شنو هذا اسكت سكت سكت تخطأني دابا كندير في الامتحان يا ربي تكون مقادة زعما 3 سنين هو ولا ماشي هو الاخر ديال الفيديو تفهم غنديروا الناس هنا في البواطه ندير ليه ندير ليه هذا ماما واش محلاش ما عندكش بابي ها اسكت هتفضحني اسكت اسكت اسكت
تفضحنا. هاد ديولاش ديال خوك هادو، هاد ديال خوك هادو. انت غادي خويا غدا اي صافا تجيني بالضحك. اجي غدا ولا ما تغداش تكاريجي يوين انتو ما عرف والو شنو هذا. سكوت عندك باباك من يجي جدة تقول لي راه شدت دارت هذا ما دارت هذا، خليتها في الاخر يشوف اش كاين. تعرف لي انا يا راه عندي بيبي ياك وصافي، خليك تبقى عارفه انا عندي بيبي. وشنو هو هذا؟ وانت مالك؟ مقياس حراري، مقياس حراري، مقياس حراري. I could stay like this forever.